وعلى تلحفهم وعلى هدومهم. عيش بس خارجة منظر. وعلى كل بصراحة الدعم اللي بيقدموه للشباب، جهاز الشباب الخارجيين والدكتورة رانيا بالأخص، حاجة جميلة قوي بصراحة، وناس نشيطة. وأنا يا ولاد بكلم ولادي الطلاب، الجهاز ده فرصة ليكم كبيرة قوي قوي، حاول إن أنتوا تغتنموه، حاول إن أنتوا تشوفوا المشاريع اللي عند الجهاز والأفكار اللي عندهم والمساعدات اللي بيقدموها للشباب وتغتنموها. وكلمتي برضو لأولادي برضو، المصري ده على فكرة حاجة كبيرة قوي، والإيجيبشن ده ما بتطلع بره بيبقى أنت، لا أنت مختلف، أنت صاحب حضارة. فالله يخليكم، بلاش اليأس يتملك منكم، والجمل بقى اللي هي اما اتخرج هعمل ايه، وانا هقعد على مش عارفه على القهوه، وانا هقعد على الدكه مش لاقي اشتغل. لا، البلد فيها فرص كتير قوي قوي، وفي اهتمام جامد قوي دلوقتي للشباب، وفي مساعده للشباب جامد قوي. ممكن ما تقعدش تستنى القوى العامله ولا حد يشغلك ولا دور تكلم على بابا وماما، انت فكر ان انت تعمل مشروعك بايدك، حاول تعتمد على نفسك، تعتمد على ذاتك، تنمي من قدراتك، لان البلد دي امانه بين ايديك. يعني انا الجيل بتاعي رايح، انتوا الجيل بتاعكم ما شاء الله انتوا اللي هتشيلوا البلد بعد كده، لو انتوا مش قد الامانه هتضيعوا البلد. بس وبشكر زمايلي اللي جم من المعاهد، بشكر باشمهندس ايمن سويلم، على فكره يا باشمهندس اللي مسقف دول طلابك فعلا. اه اهلا يا جماعه، واحنا